دعا رئيس جمهورية برهم صالح إلى تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدي. هذا وشدد صالح خلال استقباله وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني على أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين. وبحث الرئيس مع وفد الإقليم أيضا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي.